بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا آيات من سورة الأنبياء. احنا كنا قلنا ان سورة الانبياء شأنها شأن سائر سور القرآن. يبدو للناظر في سور القرآن انها تنتقل من موضوع الى موضوع او تتناول عدد كبير من الموضوعات، لكن الحقيقة انه بالتدبر بندرك انه كل سورة من سور القرآن جاءت لتعالج قضية واحدة، وإن سائر الموضوعات في السورة هو تخديم على هذا الموضوع الواحد أو العمود الفقري الذي تدور حوله كافة الموضوعات. سورة الأنبياء إحنا قلنا إن الموضوع الرئيسي الذي تعالجه هذه السورة هو بيان وحدة الرسالة، وأن ما جاء به الأنبياء جميعا يخرج من مشكاة واحدة، وأن الأنبياء جميعا جاءوا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتوحيده وإلى إنذار العباد وتبشيرهم. فالسورة بتدور حول معنى أن الأنبياء جميعا إخوة، كلهم يشترك في موكب واحد من مواكب النور والتبليغ عن الله سبحانه وتعالى. هم عليهم السلام مصدر الهداية على هذه الأرض. وتتناول السورة أهم القضايا التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام، وأهم القضايا بتدور كلها وبتصب كلها حول قضية واحدة، وهي قضية التوحيد. الله عز وجل موجود واحد، فقضية التوحيد هي القضية التي يبنى عليها كل ما عداها، بحيث إذا لم يؤمن الإنسان بالله سبحانه وتعالى الواحد لا يمكن لهذا الإنسان أن يخاطب بغيره من فروع العقائد أو بقية العقائد، ولا يمكن لهذا الإنسان أن يلتزم بالتشريعات، ولا يمكن لهذا الإنسان أن يلتزم بالأخلاق الحسنة. فبدون العقيدة السليمة لا وجود للأخلاق الحسنة، وإلا هتصبح المسألة كلها مسألة مصالح. فما يكونش التزام الإنسان بالأخلاق التزام حقيقي، وإنما هو التزام لأجل المصلحة. وإذا استطاع أن يتفلت من هذه الأخلاق فأي لحظة من اللحظات هيتفلت، مما يدل على أنه التزامه بالأخلاق ليس التزاما لذات الأخلاق وإنما لنفسه هو. ليه بنقول لحضراتكم هذا الكلام؟ بنقول لأن قضية التوحيد قضية في غاية الأهمية، وهي ما جاء من أجله الأنبياء عليهم السلام. إحنا كنا وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقلنا إن هذا الدليل أو هذه الآية بتمثل دليل عقلي ونقلي معا على كون الله عز وجل واحد، على أن الله سبحانه وتعالى إله واحد. فهي دليل نقلي لأنها وردت في القرآن العظيم، وهي دليل عقلي لأنها تتضمن فكرة.
هذه الفكرة تخاطب العقل. هذه الفكرة لما علماء التوحيد حبوا يفردوها ويحللوها، قالوا إن الدليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى مأخوذ في الأساس من هذه الآية، وإنه يمكن أن يستخرج من هذه الآية الدليل على وحدانية الله من طريقين، طريق أو دليل بيسموه دليل التمامع، ودليل بيسموه دليل التوافق. ما معنى كلمة التمانع؟ التمانع معناها اختلاف، التوافق معناها الاتفاق. فإحنا لو افترضنا بطريقة الإيه؟ فرض الفروض كده، أو بطريقة الصبر والتقسيم، لو افترضنا إنه في أكثر من إله، ما الذي سيترتب على ذلك؟ فإذا إما أن يكون خالق هذا الكون إله واحد وهو المطلوب، أو أن نفترض أن الخالق أكثر من إله. طيب، إذا افترضنا أن الخالق أكثر من إله، فعندنا برضو احتمالين، إما أن يتفقوا أو يختلفوا، ملهمش ثالث. ملهمش إيه؟ ملهمش ثالث، إما إنه هذه الآلهة تتفق أو تختلف فيما بينها. تعالوا كده نمشي مع هذه الفروض، فإذا اختلفوا، هذا الاختلاف بيسموه دليل التمانع. إذا اختلفوا إما أن ينفذ مرادهما معا، أو لا ينفذ مرادهما معا، أو ينفذ مراد واحد منهما. برضو دي ثلاث احتمالات حصرية ملهاش رابع. يعني واحد منهم هيقول أنا أريد أن أحيي فلان، والتاني هيقول أنا أريد أن أميته، واحد منهم هيقول أنا أريد أن تطلع الشمس، والتاني هيقول أنا أريد أن أميته، أو أريد أن ألا تطلع الشمس. طيب، فإما أن ينفذ مرادهما معا، فإذا نفذ مرادهما معا هيترتب على ذلك استحالة، هيترتب على ذلك اجتماع النقيضين، يبقى فلان حي ميت، تبقى الشمس طالعة غير طالعة في نفس الوقت، وهذا مستحيل، لا يكون، لأن الشيء إما إنه ثابت أو غير ثابت، مالهمش، ما ينفعش الشيء يبقى ثابت لا ثابت في نفس الوقت، هذا مستحيل. فإذا لا يمكن أن ينفذ مرادهما معا، يبقى الاحتمال ده هنستر عليه، أو لا ينفذ مرادهما معا. طيب، إذا افترضنا إنه فلان الذي أريد له أن يكون حيا عند بعضهم ميتا عند الآخرين، لا أصبح كذلك ولا كذلك، لا أصبح كذلك ولا كذلك، هيثبت أو هينتج عن ذلك ارتفاع النقيضين برضه، سينتج عن ذلك ارتفاع النقيضين، لأنه فلان إما حي وإما ميت، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، كما سيثبت عنه أو كما سيترتب على ذلك ثبوت العجز. ثبوت ماذا؟ العجز. فإذا ثبت عجزهما أو عجز هذه الآلهة عن إنفاذ مرادها، فده برضه معناه أن هذا إله موصوف بالعجز، والموصوف بالعجز لا يكون إلهاً. الموصوف بالعجز لا يكون إلها، وبالتالي الاحتمال ده كمان هنشطب عليه. هيتفضل عندنا الاحتمال الثالث والأخير، وهو أن ينفذ مراد واحد منهما، أو ينفذ مراد البعض. خلاص، هنقول فمن ينفذ مراده فهو الإله، ومن لا ينفذ مراده لا يصح أن يكون إلها لثبوت عجزه. فإذا الإله لا بد أن يكون أي واحدة. فإذا هذا هو دليل التمانع باختصار، إنه إذا افترضنا اختلاف إلهين، إما أن ينفذ مرادهما معا أو لا ينفذ مرادهما معا وهما باطلان، الاحتمالين دول باطلان، ولم يبقى إلا الاحتمال الثالث فيكون هو المطلوب. طيب، هتقول لي يا شيخ أنا هفترض دلوقتي
انهم هيتفقوا. انت ليه بتفترض انهم هيختلفوا؟ دول آلهة يعني، ناس كده ما شاء الله، المفروض ان هي طبعا معلش انا بتجاوز في الالفاظ، المفروض ان هم يعني آلهة، يعني يتصرفوا كآلهة. فلماذا لا نفترض ان هذه الآلهة ستكون متفقة؟ فبعضهم يكون إلها في الليل مثلا، والبعض او الآخر يكون إلها في النهار، وأحدها يكون إلها مثلا في الصيف، والثاني في الشتاء، والثالث في الربيع مثلا، أو بعضهم على بلد دون بلد، أو بعضهم يتولى بعض المهام، زي مثلا قدماء المصريين لما كانوا بيعتقدوا أنه في إله للرياح فقط، وإله للموت، وإله للبعث، وإله للمطر، وإله للخصب والنماء، وإله للتكاثر والتناسل، ويبقى كل حاجة كده في الحياة ليها إلهها المختص بشيء معين، ولا يخرج هذا الإله عن اختصاصه، وبهذا يكون حصل اتفاق. طيب ليه ما نمشيش مع الفرض دوت؟ قال لك إنه هذا الفرض أيضا سيترتب عليه معنى معين، وهو معنى العجز. فإذا افترضنا إنه هذه الآلهة اتفقت، فيترتب على ذلك العجز. يعني لو قلنا إنه إله الصيف لا يستطيع أن يتصرف في الشتاء، وإله الشتاء لا يستطيع أن يتصرف في الصيف، إله الرياح لا يستطيع أن يحيي ويميت، إله الإحياء مثلا لا يستطيع أن يتصرف في الرياح، فده معناه إيه؟ معناه إنه مساحة القدرة المفترضة لهذا الإله محدودة. معنى ذلك أنه أيضا عاجز، والعاجز لا يكون إلها. فإذا في كل الأحوال العقل السليم إذا تفكر في المسألة يقول إن خالق هذا الكون لا بد أن يكون واحدا. لذلك مسألة الوحدانية من المسائل التي اعتبرها بعض المتكلمين من المسائل الأساسية التي يمكن للإنسان أن يتوصل إليها بمفرده، حتى وإن لم يهتدي، وحتى وإن لم يعرف بنبوة ولا بكتب ولا برسل ولا بشيء. الإنسان بمفرده، بتفكره، بعقله الذي بنور الله الذي وضعه فيه هذا العقل، يستطيع الإنسان أنه يهتدي إلى معنى الوحدانية. عشان كده قالوا أنه الإنسان غير معذور، هذا الفريق من المتكلمين من علماء العقيدة قالوا أن الإنسان غير معذور إذا لم يثبت لله سبحانه وتعالى الوجود والوحدانية. يعني افترضنا أن في كافر لا يعرف عن الأديان أي شيء، ولم يسمع عن نبوات أي شيء، هذا الإنسان هل هو معذور أو غير معذور؟ في فريق من المتكلمين قالوا معذور، في فريق تاني قال لا، غير معذور أو معذور بشرط أن يثبت لله الوجود والوحدانية، دي أقل حاجة. ليه؟ لأنه يستطيع أن يتوصل إلى ذلك بمفرده من غير إرشاد من مرشد، من غير ما حد يقول له، لأن دي حاجة عقلية، حاجة يمكن الإنسان أن يتوصل إليها بمفرده. طيب سورة الأنبياء هنا بتؤكد على هذه الآية العظيمة التي تتضمن هذا الدليل العقلي. وهذه الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أيضا بتدل على حقيقة مهمة من حقائق القرآن. هذه الحقيقة هي إن القرآن يتضمن الأدلة العقلية والنقلية مع بعض. يعني بعض الناس يتصوروا إن القرآن كتاب أخبار، يعني لا يخاطب به إلا من آمن به، وهذا الكلام غير صحيح. لأن القرآن لما نزل على ناس مسلمين عندهم عقول، أو نزل على ناس غير مسلمين وخاطبهم وعندهم عقول برضو. فالقرآن الحقيقة هو كتاب ينفع المؤمن وينفع غير المؤمن. المؤمن لما يجي يقرأ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هيشوف فيها حاجتين: الخبر الذي جاءه من الله زائد
ما احتواه هذا الخبر من أدلة عقلية؟ الكافر هيشوف في هذه الآية الدليل العقلي، حتى وإن لم يؤمن بصدق من أتاه بهذه الآية، حتى وإن قال إن هذه الآية ليست من عند الله وإنما هي شيء اخترعه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الفكرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى وإن قلنا إنه هو الذي أتى بهذه الآية، فهذه الآية احتوت على فكرة، ناقش هذه الفكرة. طيب، إذا القرآن يحتوي على أدلة عقلية ونقلية معا، لذلك علماء العقائد استفادوا كثيرا من أدلة القرآن، والكثير من القواعد العقدية مستفادة من أدلة القرآن. طيب، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الآية هنا ركزت على دليل التمانع، وهو إنه إذا حصل تعدد في الآلهة اللي هيحصل إيه؟ فساد في الكون، بعضهم يريد شيئا والآخر يريد عكسه أو غيره، أو بعضهم يفعل شيئا والآخر لا يوافق عليه. فالشمس تطلع، في واحد تاني يقول لا أنا مش عايزة تطلع النهاردة، فإيه اللي يحصل؟ اللي يحصل إنه الكون يفسد، ولن يسير على نظام واحد ولا على سنن واحد. هل السؤال هنا، هل الكون الآن فاسد ولا الكون له نظام؟ ومن شدة انتظامه ومن شدة انتظام قوانينه واتساق قوانينه، يظن بعض الناس أنه مستغني بهذه القوانين عن الإله، يعني لا يحتاج إلى إله. ليه؟ لأنه مش في نفسه. كأنك بالضبط كده لما شفت ساعة منتظمة بقالها 20 سنة شغالة، ما احتجتش تعمل لها صيانة ولا تصلحها، ظنيت أن هذه الساعة ليس لها صانع، لشدة ولقوة ولمتانة معدنها وعملها وعدم وجود الخلل فيها وكذا. فبعض الناس لشدة الانتظام في الكون استغنوا وقالوا الكون لا يحتاج إلى إله، في حين أن شدة الانتظام تدل على وجود الله الواحد الواحد. وهذا ما يهمنا الآن. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله، سبحان من سبح، من سبح، وسبح يعني بعد. الإنسان لما بيسبح في الماء بيبعد عن الشط، فسبح بعد. فالله عز وجل بعد، بعد عن ماذا؟ بعد عن مشابهة المخلوقين. فأنت ما تقولش إزاي هذا الكون العظيم ذو التفاصيل الكثيرة يديره إله واحد. لك ليس كمثله شيء، سبحان الله، بعد عن مشابهة المخلوقين. لا تقيس المخلوقات، لا تقيس الله على المخلوقات أو المخلوقات على الله. طيب، إذن فسبحان الله رب العرش العظيم، تنزه ربنا سبحانه وتعالى رب هذا الكون. رب العرش، العرش هو أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والعرش هو ثاني المخلوقات التي خلقها الله عز وجل بعد الماء. الله عز وجل يقول وكان عرشه على الماء، فإذا الماء كان موجود ثم بعد ذلك وجد العرش. والعرش كما ورد في الأخبار وكما نفهم من القرآن والسنة إن العرش هو أعظم مخلوقات الله، وإن هذا العالم موجود داخل هذا المخلوق الذي يسمى العرش. فإذا كان الله عز وجل هو رب العرش الذي هو مخلوق من مخلوقات الله، فهو بالتالي رب ما سوى العرش وما دون العرش، فالسماوات والأرض داخل العرش، المخلوقات جميعا دون العرش. والعرش ليس مكانا لله سبحانه وتعالى، حتى يتوهم بعض الناس أن الله يحتاج إلى شيء ليجلس عليه، حاشا لله، سبحان الله، سبحان الله، تنزه سبحانه وتعالى عن الحاجة إلى الجلوس أو الاستراحة. فالعرش هو مخلوق من مخلوقات الله، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، فهو رب كل شيء وليس رب العرش فقط، وإنما عبر بالعرش أو اختار العرش من باب
المجاز حيث يعني تدل العبارة على أنه رب العرش ورب ما سوى العرش، لأنه إذا كان رب العرش فهو سبحانه وتعالى رب ما سواه من باب أولى. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. أي مخلوق يا أخواننا بيضاف إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه الإضافة إضافة تشريف. لما نقول ناقة الله، مساجد الله، رب العرش، أي إضافة كده تضاف إلى الله عز وجل فهذه إضافة ماذا؟ تشريف. لما خلقت بيدي، إضافة أيضا إلى الله، إضافة تشريف. وكلنا خلقنا، كلنا خلق الله عز وجل، فإضافة شيء معين من مخلوقات الله إلى الله خصيصا، فهذا يدل على التشريف والتعظيم والمكانة العالية. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، عما يصفون، عما يصفه به المشركون. طب المشركين وصفوا الله بإيه؟ وصفوا الله بوجود الشركاء، ووجود الشركاء لله عز وجل طعن في الألوهية وانتقاص من الله عز وجل، لأنه اتهام لله بالعجز والحاجة إلى الشريك الذي يساعده في إدارة الكون أو في خلق الخلق أو في إحياء الأحياء أو في إماتة الأموات وكذا. فالمشركون يصفون الله عز وجل بما لا يليق، فوصف الله بالشريك لا يليق، وصف الله بأن له ولد أو زوجة أيضا لا يليق، لأن وجود الولد أو الزوجة احتياج، والله سبحانه وتعالى غني لا يحتاج، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الغني الحميد. لذلك قال فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الآيات ما زالت بتعرفنا على الإله الواحد سبحانه وتعالى، فهذا الإله الواحد ليس كالمخلوقات، هذا الإله الواحد تحتاج إليه كل المخلوقات وهو لا يحتاج إلى أحد. هذا الإله الواحد مطلق الإرادة، مطلق الإرادة، لا يفعل شيئا لشيء ولا يفعل شيئا خوفا من شيء، وإنما هو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ومشيئته سبحانه وتعالى دائما حكيمة، لأنه الحكيم سبحانه وتعالى. فلذلك لا يسأل. أمال مين اللي يسأل؟ المخلوق هو الذي يسأل. لذلك يا أخوانا إنسان العصر الحديث انقلبت عنده الموازين، فصار لا يريد أن يسأل. تيجي كده تنصح حد نصيحة تقول له أنت إزاي تعمل كده، أو يا أخي عدل من سلوكك، تأخذه بالعزة من الإثم، مش عايز حد يسأله، عايز يعمل اللي هو عايزه من غير ما حد ينتقده أو ينصحه، ودي فرعونية وتأله لا يليق بالإنسان. لذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ده تكبر. فأنت إنسان يعني ضعيف، يعني دايما محتاج تسديد وإرشاد وتوجيه، ومش مش ينفع تستفيد من التسديد والإرشاد والتوجيه إلا إذا تواضعت. لذلك الكبر باب الشر. لا يسأل عما يفعل. هذا الإنسان الذي لا يريد أن يسأل عما يفعل يريد أن يسائل الله عن فعله، يعني قلب الموازين. فيجي يقول لك هو ليه ربنا خلق الشرور؟ ليه ربنا بيؤلم الأطفال؟ ليه ربنا ما يدخلش الكافر الجنة؟ ليه ربنا فرض الحجاب على الستات والدنيا حر؟ ليه ربنا بيعاقب هذه العقوبات القاسية زي الردم وغيره؟ فيبدأ الإنسان ده إيه؟ يضع نفسه في موضع الإله، يضع نفسه في موضع المسائل. لذلك بنقول دايما إنه أول باب وأول درجة يصعدها الإنسان في علاقته بالله سبحانه وتعالى إنه يعرف حجمه، يعرف أنت مين. إذا ما عرفتش حجمك هتعاني، إذا ما عرفتش أنت مين هتعاني. زي بالضبط كده واحد وظفوه في شركة وهو مثلا إيه محاسب صغير أو محامي في الشركة دي، فرايح حضرته عايز بقى إيه ياخد دور رئيس مجلس الإدارة
وياخد دور إدارة التخطيط ويخطط للشركة، وعايز ياخد دور إدارة التسويق ويقول لهم ويعدي عليهم في التسويق. يا عم أنت إيش دخلك في الحاجات دي كلها؟ هيرفدوك بعد يومين لو استمريت على كده. فهذا الإنسان المغرور، إنسان العصر الحديث، وده مرض العصر يا أخوان، هذا هو مرض هذا العصر، إنه الإنسان متمركز حول ذاته. الإنسان متمركز حول ذاته بطريقة تجعله في نفسه إله صغير، تيجي تنصحه يزعل، مش عايز حد يعلمه، مش عايز حد يرشده. ثم هذا الإنسان المتمركز حول ذاته إذا كلمته عن أي حكم شرعي يبدأ يسأل، وليه؟ وإيه الحكمة؟ وربنا عايز إيه؟ وليه ربنا يعمل كده؟ الهرم مقلوب. الهرم المعدول هو إيه؟ هو أن الله يفعل دون أن يسأل، والعبد يفعل ويسأل. يعني ما تقوليش أنا حر أصرف فلوسي زي ما أنا عايز مثلا، لك لا، أنت مش حر. المال مال الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت أمين على المال بس، أمين خزنة، يتقال لك طلع فلوس لفلان تطلع له، ما تطلعش ما تطلعش. فأنت ربنا لما يعطيك مثلا المال فأنت تسأل عن هذا المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لما ربنا يديك الصحة يسألك عملت بها إيه. لما تقول كلمة ربنا يسألك ليه قلتها. لما تفعل فعل ربنا يسألك ليه عملته. ليه؟ لأنك عبد، لأنك عبد. إذا ما عرفناش هذه الحقيقة هنتعب، ومش هنفهم، ومش هنقدر نفهم القرآن، ولا هنقدر نفهم السنة، ولا هنقدر نفهم الدين، ولا هنقدر نفهم هذه الحياة ولا حقيقتها. ليه؟ لأن حضرتك ببساطة بتعزف نغمة نشاز في وجود كله بيسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، وكله يعبد الله عز وجل. يبقى إذن من تمام ألوهية الله، ومن تمام تفرد الله، ومن تمام واحدية الله سبحانه وتعالى أنه لا يسأل، لأن المساءلة تعني وجود من يسأل، ومن يسأل أعلى من المسؤول. فالله عز وجل لا أعلى منه، فهو الواحد المتفرد، فلذلك لا يسأل عما يفعل. من اللي يسألوا؟ العباد، وهم يسألون. طيب، مع هذه الأدلة العقلية الواضحة على وجود الله وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى تفرده، بعض الناس يتخذ من دون الله آلهة، أم اتخذوا، أم بمعنى بل، يعني بل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة، مع وضوح الأدلة على وجود الله وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. لاحظوا هنا الآية أو القرآن بيعلمنا قبل ما نشتم. يعني أنت كثير من الناس قد يقولون كلام قدامك أنت لا توافق عليه، كلام ما عجبكش، فأنت الناس عادة بتعمل إيه؟ تقول له يا أخي أنت ما بتفهمش، إزاي تقول هذا الكلام؟ ويبدأوا إيه؟ يطعنوا ويشتموا ويسبوا هذا الشخص الذي يقول الكلام الذي لا يعجبنا. القرآن لأنه حق، والإنسان صاحب الحق واثق مما معه من الحق، لا يفعل هكذا، وإنما الإنسان صاحب الحق رائده الدليل، إن واثق مما عنده. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. طيب، إذن القرآن هنا رغم وضوح الأدلة لكن بيقولون يا جماعة يا أصحاب العقول، لا ينبغي لإنسان يحترم نفسه ولا يحترمك ويحترم كرامته أن يقول قولا لا دليل عليه. فيا ترى ما هي أدلتكم على أن لله شركاء، أو أن لله ولدا، أو أن لله صاحبة؟ يلا طلعوا الأدلة اللي عندكم عشان نشوفها ونتكلم فيها. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. يبقى إحنا رأينا إيه؟ الدليل والبرهان. والمسلمين يا أخوانا ما بيخافوش من الأدلة والبراهين، ما بيخافوش من إعمال العقل، إحنا بنخافش من
تقدم العلم، أحسن مثلا يثبت خطأ آية قرآنية. إحنا الحمد لله أصحاب الدين الوحيد الذي كل يوم يتقدم فيه العلم ليؤكد حقائق القرآن العظيم. ليه؟ لأنه ببساطة منزل القرآن وخالق الكون واحد. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. هذا القرآن، الإشارة هنا إلى القرآن، هذا القرآن فيه خبر من معي من المؤمنين، وفيه ما يصلح للناس إلى قيام الساعة، وذكر من قبلي وخبر من قبلي من الأمم السابقة وما فعل الله عز وجل بهم في الدنيا لما عصوه وما سيفعل بهم في الآخرة إذا استمروا على هذا العصيان. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. يبقى القرآن إيه يا أخوانا؟ ذكر. القرآن حتى من أسماء القرآن إيه؟ ذكر. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. يبقى القرآن إيه؟ ذكر. لماذا سمي القرآن ذكرا؟ قالوا سمي القرآن ذكرا لأنه مذكور، لأنه مذكور يتلى في الألسنة، أو لأن صاحب القرآن يكون مذكورا. يعني أنت إذا أردت أن يكون لك الذكر الحسن فكن صاحب القرآن، لأن القرآن مذكور وصاحبه مذكور مثله. لذلك الله عز وجل يقول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه مجدكم. فمن أراد أن يتمجد، من أراد أن يشرف، فماذا يفعل؟ عليه بالقرآن. لذلك الله عز وجل سماه ذكر. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. هذا القرآن فيه خبر الأولين والآخرين كما ورد في الحديث، الحديث الذي يروي سيدنا الإمام علي رضي الله عنه حين قال عليكم بكتاب الله، عليكم بكتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، أو نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من دبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله، وهو حبل الله المبين وصراطه المستقيم إلى آخر الحديث. فإذا هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. هؤلاء المشركون رغم هذه الأدلة ورغم هذا الحوار الهادئ الذي يستفز عقولهم ويدعوهم إلى التفكير، أكثرهم لا يحبون أن يعلموا الحق. لا يعلمون الحق يعني لا يحبون علم الحق. ليه؟ لأن علم الحق هيتعبهم، هياخد من مناصبهم، هياخد من نفوسهم الغالبة عليهم. الواحد منهم إذا علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، يبقى لازم يبقى فيه قدر من الطاعة والاحترام والتبجيل والتوقير والنزول عن الرغبات والشهوات وإنفاق الأموال والأنفس في سبيل الله، ففي تكليفات. فلذلك الحق ثقيل، حق ثقيل. فإذا بعض الناس يفضل أن يكون في الباطل ويختار أن يكون في الباطل. عشان كده أنا دايما بقول لحضراتكم ما تقيسوش على نفسكم. في ناس لما نقول لهم هناك كافر معاند، يعني إيه كافر معاند يا شيخ؟ يعني يعرف إنه هذا هو الحق ولا يريد أن يتبع الحق. يعني إيه زي كده بالضبط؟ يقول لك يا أخي أنا لعين يا أخي، أنت مالك؟ ها، ما هو حي بن أخطب عمل كده مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أهو هو لما النبي صلى الله عليه وسلم راح المدينة، أهو هو؟ قالوا نعم.
فماذا نحن فاعلون؟ قال عداوته ما حييت، يعني بعد ما عرف إنه هذا النبي هو نبي آخر الزمان الذي كانوا ينتظرونه، بكل بساطة قال عداوته ما حييت. وهو إبليس كان يعرف إن الله أن الله واحد وأنه يبعث من في القبور، ولا ما كانش يعرف؟ كان يعرف، ومع ذلك رفض الحق. فالحق اتباعه يا أخواننا محتاج إلى تواضع، محتاج إلى تواضع. فإذا مش كل واحد هيعرف الحق هيحبه، فما تقسش على نفسك أنت. الحمد لله إذا كان الواحد فينا إذا عرف إنه هذا الأمر هو الحق وهذا الأمر هو الصواب يخضع عليه مباشرة، دي نعمة كبيرة جدا من عند ربنا، نعمة كبيرة خالص. في ناس بتكابر، وهذه المكابرة درجات، وهذه المكابرة درجات. يبقى الواحد كده عنده رأي متبني طول حياته، وبعدين يظهر له الحق بأدلة كثيرة، وبعدين يصعب عليه، تبقى حياته اللي فاتت دي كلها كان غلطان، فيكابر والعياذ بالله. لذلك المسلم يوطن نفسه على اتباع الحق. يبقى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، لا يحبون علم الحق وبالتالي فهم معرضون، لا يريدون استماع براهين الحق، لا يريدون استماع براهين الحق، لأن الحق برضو في قوة ذاتية، فيه مخاطبة للفطرة. فبمجرد ما الإنسان يسمع، يسمع بس الحق، يخالط هذا الحق نفسه. لذلك كان مطلب الإسلام في كل العصور هو أن يترك أو أن يخلى بين علمائه وبين الناس، بس سيبوا العلماء يشتغلوا، مش عايزين منكم اكتر من كده، سيبهم يشتغلوا في 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 اي في في بلدانهم الاسلاميه او في في الدول غير الاسلاميه، سيبهم يشتغلوا بس دوم الحريه من غير تشويه، وسترون النتائج. ولذلك الفتوحات الاسلاميه كانت فتوحات فقط لتامين الدعاه ولتامين الدعوه، ما كانتش لاجبار الناس كما يظن كثير الناس، لم تكن لاجبار الناس على الدخول في الاسلام. وهذا ما نريده حتى يومنا هذا، وهذا ما يقوله الفقهاء، إنه لو دولة من الدول أتاحت للمسلمين أن يبلغوا دين الله سبحانه وتعالى، لفرض يعني المسلمين لهم دولة تدافع عنه، دولة من الدول أتاحت أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه الدولة لا تحارب، خلاص تبقى دولة مسالمة. طب دولة منعت الدعاء وقتلت الدعاء وكذا، لازم دين الله يصل للناس. فإذا كانت الدولة الإسلامية دولة قوية، عليها أن تعمل على إتاحة الفرصة لأن يعرف الناس ربهم سبحانه وتعالى بطرق مختلفة. فإذا الحق قوي بذاته، والحق لا يريد من الناس إلا أن يستمعوا إليه، وهو بنفسه سيخالط القلوب ويدخل في العقول وينجذب إليه، ينجذب إليه الناس. عشان كده هتلاقوا حضراتكم دايما شياطين الإنس والجن مهمتهم الدائمة هي تشويه الحق أو قلب مفاهيم الحق. التشويه بهدف إنك يبقى عندك فكرة مسبقة، أول ما تشوف حد بيتكلم في الدين تنفر منه، ما خلاص ما تسمعش، عايز مش عايزك تسمع، هو مش عايزك تسمع، هو بيشوش. زي بالظبط كفار مكة لما كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقعد يقرأ، يقعد يسقفوا حواليه، ليه؟ عشان ما تسمعش. طب ما أنت لو أنت قوي واثق من نفسك ما تسيبه يقول اللي هو عنه، لو هو هزيان زي ما انت بتقول ما الناس هتضحك عليه، فهو تشويه. طيب يبقى إذن الحق قوي بنفسه ولا يريد الحق أو دعاة الحق إلى قيام الساعة إلا أن يخلى بينهم وبين الناس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم خلوا بيني وبين الناس. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه حقيقة، وهي أن المرسلين جميعا جاءوا بهذه الحقيقة الواحدة المهمة، وهي أن الله واحد لا إله سواه ولا رب غيره،
وإذا كان الله عز وجل واحد لا إله سواه ولا رب غيره فيكون هو وحده المستحق للعبادة، فاعبدون. هذه الحقيقة كتب عليها الأنبياء جميعا. فلما نسمع أن في المسيحية المعاصرة الله ثلاثة مثلا، ما نقولش آه ده ربنا كان ثلاثة وبعدين مع تطور المجتمعات صار واحدا، زي ما بيقول الإخوة اللي بيدرسوا تاريخ الأديان في أوروبا وفي غيرها، بيعتبروا أن الأديان هي عبارة عن تطور حصل في المجتمعات البشرية، فانتقلت المجتمعات البشرية من الوثنية إلى الإله المجسد، يعني إلى الإله غير المجسد المتعدد، ثم انتقلوا إلى بعد ذلك إلى الوحدانية. فلذلك تجدهم مثلا يقول لك إنه أخناتون هو أول من دعا إلى التوحيد، أو أول من اكتشف التوحيد، أو المصريون هم أول من قالوا بالتوحيد. كل دي عبارات طبعا تدل على جهل عظيم. التوحيد هو دين الله سبحانه وتعالى ودين الأنبياء جميعا منذ آدم عليه السلام حتى آخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. قال المشركون فكرة أن يكون لله ولد ليست فكرة مسيحية بالمناسبة، هي فكرة قديمة، فكرة قديمة. اليهود قالوا عزير بن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، الملائكة قالوا الملائكة بنات الله. فكلمة هي كلمة ولد تطلق على الذكر والأنثى. فادعاء أن لله عز وجل ولد فكرة وجدت وعمل الشيطان عليها، لم يترك أمة من الأمم إلا وأوعز لهم بهذه الفكرة. القرآن لأن وظيفته هو تصحيح عقائد الناس فهو ينفي هذه الفكرة تماما ويقول إنها مناقضة لمعنى التوحيد. ينفعش لي الله واحد ومع ذلك عنده ولد زي ما بعض النصارى بيحاول يلبس على الناس، لك الله إله الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين، يعني هو واحد ومع ذلك له ولد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. سبحانه تنزه بعد عن ذلك سبحانه وتعالى، سبحانه تنزه عما يقولون. بل الملائكة عباد الله، عيسى عبد الله، عزير عبد الله، وكل ما سوى الله عبد لله يحتاج إلى الله. دي القاعدة اللي عندنا. يبقى احنا عندنا الله سبحانه وتعالى هو الخالق الحق واجب الوجود، ثم ما سوى الله اللي احنا بنسميه العالم، والعالم هو كل ما سوى الله، هذا العالم كله في حالة احتياج إلى الله عز وجل. لولا الله عز وجل ما وجد هذا العالم، فهذا العالم يحتاج يعبد يطيع ينفذ أوامر الله عز وجل بكل ما فيه، بالملائكة بالأنبياء بالمرسلين بالإنس بالجن، كله تحت سلطان الله عز وجل. يبقى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، يعني الله عز وجل قد يكرم بعض عباده كالملائكة والأنبياء، وإكرام بعض العباد ورفعة بعض العباد أو رفع بعض العباد على بعض لا يعني أنهم صاروا جزءا من الله، أو لا يعني أنهم صاروا ملائكة صاروا آلهة، بل عباد مكرمون الله عز وجل، لأنه لا يسأل عما يفعل، ولأنه سبحانه وتعالى عليم حكيم، قد يرفع بعض الناس على بعض كما يرفع بعض الأيام على بعض، وبعض الأزمنة على بعض، وبعض الأماكن على بعض، فكذلك يرفع بعض المخلوقات على بعض، فيصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهؤلاء المصطفون من الملائكة والناس أرفع من غيرهم لا شك. طيب إذن لما ربنا يكرم بعض العباد هذا لا يعني أن هؤلاء العباد صاروا مشاركين لله في الألوهية. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول. هذه الآية فيها الدلالة على أنهم عباد، لأنهم إذا كانوا آلهة فإنهم يتصرفون من أنفسهم، أما إذا كانوا من العباد فالعبد يعمل ويتصرف ويقول بناء على توجيه
وعلى إرشاد وعلى أوامر. فهؤلاء العباد المكرمون لا يتقدمون بين يدي الله بقول ولا فعل. الله عز وجل قال عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والأنبياء جميعا علموا الناس أنهم عباد لله سبحانه وتعالى، لا يستطيع الواحد منهم أن يقول قولا لم يوحيه الله عز وجل إليه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ كلام الله لا يستطيع، هو مكلف من الله عز وجل بأن يبلغ كلام الله كما أمر به، فلا يفعل صلى الله عليه وسلم فعلا ولا يقول قولا إلا وهو في إطار العبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى لا يسبقونه بالقول، لا يتقدمونه بالقول، فلا يتكلمون إلا بما يأمرهم به ربهم سبحانه وتعالى، وهم بأمره يعملون، يعني لا يخالفونه قولا ولا يخالفونه فعلا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. لماذا هؤلاء العباد المكرمون يخضعون لله عز وجل؟ لأنهم يعلمون عن الله ما لا يعلمه سائر البشر، فهم يعلمون أن الله عز وجل علمه محيط، فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم سبحانه وتعالى ما عملوه وما سيعملوه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. ففي اطلاع كامل وانكشاف تام لله عز وجل، بحيث لا يستطيع الواحد منهم أن يعصي الله عز وجل ولو في خاطره. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من صور إكرام، من صور إكرام الله عز وجل لبعض خلقه في الآخرة كالأنبياء والشهداء وحفظة القرآن وكذا، أنهم يشفعون. يعني يشفعون، يعني يدعون الله عز وجل أن يعفو عن فلان، أو أن يتجاوز عن فلان، أو أن يخرج فلانا من النار، أو أن يرفع درجة فلان في الجنة. كل دي شفاعات. هذه الشفاعات لم ينالوها بشيء ذاتي، وإنما بإذن من الله. يبقى الله هو الذي أيضا أعطاهم هذه الميزة، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم إنهم لا يشفعون إلا لمن أذن الله له سبحانه وتعالى أن يكون من أهل الشفاعة. فربنا بيديهم بيسمح لهم يقوموا بهذا الدور، ثم يحدد لهم الله عز وجل المجال الذي سيتحركون فيه. فلا شفاعة مثلا الكفار، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن رضي الله أن يشفعوا له. فربنا سبحانه وتعالى حدد لهم مجال الشفاعة. فالشفاعة تكون لأهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون لأهل الصغائر، تكون لمن دخل النار بذنب دون الشرك، تكون لرفع درجات الناس يوم القيامة. الشفاعة العظمى شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ستكون بإذن الله عز وجل أيضا للناس جميعا لبدء الحساب، وهكذا. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وهم من شدة شعورهم بعظمة الله عز وجل وجلاله وقدرته وعلمه مشفقون. من خشيته مشفقون، الخشية هي شدة الخوف، فهم من شدة الخوف في إشفاق. يعني إشفاق في مذلة، في خوف شديد من سطوة الله عز وجل وبطشه، ولذلك لا يحيدون عن طاعته سبحانه وتعالى مقدار شعرة. هل يمكن لواحد من هؤلاء أن يدعي الألوهية؟ لا يمكن. من هذا حاله، يعني من تصورنا أنه لا يمكن أن يعصي الله مقدار شعرة، كيف يتصور منه أن يدعي الألوهية؟ لذلك يقول: ومن يقل منهم، من هؤلاء العباد المكرمون، إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. لذلك الله عز وجل في آخر سورة المائدة
يقول سيدنا عيسى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فإذا لا يستطيع واحد من عباد الله المكرمين من الملائكة أو الجن أن يدعي الألوهية لنفسه، ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم. طبعا حاشا لله، حاشا هؤلاء الخلق المكرمون الذين سبقت لهم من الله عز وجل الحسنى، حاشا أن يدعي واحد منهم الألوهية. يعني لا يتصور أن ربنا سبحانه وتعالى يوحي للرسول فيعجبه الموضوع فيدعي الألوهية، أو أنه ملك ينزل يستغل قدراته الخارقة فيدعي أنه هو الإله. لا لا. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى هنا يقول فذلك نجزيه جهنم؟ للتأكيد على أن هؤلاء العباد المكرمون واقعون تحت سطوة الله وسلطان الله وقدرة الله، فهم مكرمون لكنهم في الأول وفي الأخير عباد. هل يستطيع الله أن يعاقبهم إذا أراد؟ نعم. هل يمكن لله عز وجل، يمكن عقلا لله عز وجل أن يدخلهم جهنم إذا أراد؟ نعم نعم، ما فيش حد فوق إرادة الله سبحانه وتعالى. طيب إذن كل الخلق تحت سطوة الله سبحانه وتعالى، لذلك الإنسان كلما ازداد معرفة بالله ازداد خشية وخوفا من الله سبحانه وتعالى. فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فأنت لما تبقى وضعك إنك عبد وتدعي إنك إله، فأنت وضعت نفسك في مكان مش مكانك، فأنت ظالم. طيب إذن كذلك نجزي الظالمين، يعني الذين يضعون أنفسهم في غير الإلهية والعبادة في غير موضعها. ثم تبدأ الآيات بعد ذلك بذكر بعض الآيات الكونية الدالة على الله سبحانه وتعالى. نبدأ بهذا إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.